انا مو الفيل معقم صافي ناقي معكم شعبان مصطفى رئيس جمعية الكرامة للسائق المهني. الكل كيعرف الخطورة ديال هذا المرض. ارتئينا احنا كسائقين سيارات الأجرة لأن بزاف الإخوان ديالنا سائقين سيارات الأجرة. الكل كيعرف كاين الاختلاط مع بين الزبون وسائق سيارة الأجرة في هاد السيارات هادو. بشراكة مع جامعة الحضرية أنفا اضطرينا نعقموا السيارات ديالنا في الكرون تاكسي وفي البتي تاكسي لأن احنا كنقالة وكننقلوا المرض والوليدات ديالنا ولينا خايفين عليهم لان عندنا عده سائقين سياره الاجره راه في المنازل ديالهم تيديروا الدواء ديالهم مرض لان الوضع لا يبشر بالخير. اذا هذه البادره هذه انتم كيف كتشوفوا كنعقموا السيارات ديالنا السائقين ديالنا دايرين الكمامات ولكن كنلقاو بعض المرات مشاكل مع الزبائن ديالنا ما تيبغوش يديروا الكمامه في سياره الاجره. هذا الشيء خطر وخطر عليهم وخطر علينا راه فيها مخالفة خاص الإنسان يضبط الأمور والحمد لله راه الإخوان هما كيلتحقوا بمركز حفظ الصحة لتعقيم السيارات ديالهم. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأخ الحسن وعلي كاتب عام جمعية الكرامة للسائق المهني اللي الحمد لله ديما حاضرة على الصعيد الدار البيضاء. يعني بالنسبة اليوم عاوتاني خذينا المبادرة يعني ماشي المبادرة الأولى ولا الثانية هذه تقريبا المبادرة الرابعة اللي باش نعقموا سيارات الاجره ديال الاخوان ديالنا ديال السائقين المهنيين بزاف فيها يعني الاحمر الابيض والابيض. الحمد لله جاوا الاخوان باش يعقموا السيارات ديالهم تفاديا لهذا الوباء اللي كثر وصيرتو في هذه الظرفيه هذه في هذه الشهرين هذه اللي يعني الخوف من سلامه ديال المواطن وسلامه ديال السائقين المهنيين. نتمنوا هذه الحملات تكون مستمره لان التعقيم ضروري اجباري لان كنهزوا الزبائن يعني وكندخلوا عند وليداتنا وكندخلوا عند العائلات ديالنا والسائق المهني معرض اكثر لانه كياخذ الصرف عند الناس وكيرد الصرف البيبان فتح سد. راكم عارفين هذه المهنه هذه يعني لازم الانسان يعقم راسه ويحمي نفسه ويحمي المواطن. بالنسبه للزبائن نتمنوا انهم يتفهموا الوضع ديالنا حنا اللي انه ضروري اجباري ان الانسان يدير الكمامه يعني سلامه على الصحه ديالو لان هذا الوباء كيتناقل يعني تراكب في الطاكسي يعني تقدر تعادى ويتعادى اللي معك في الدار. اذا كنت كتخاف على العائله ديالك وتخاف على الوليدات ديالك راه ضروري انك راك طالع للطاكسي راك معرض في اي وقت اي وقت راه انسان خصو يحمي نفسه ويحمي وليداته ويخمم لوليداته ويخمم راسو. معكم جازولي حسن ملقب بود مسعوده من الصيف الاول من الدار البيضاء. كما كتشاهدوا الان الحمد لله هذه هي العمليه الثانيه من بدات كورونا ان شاء الله ولا الثالثه باذن الله من اللي من نهار بدات كورونا وحنا كنعقموا. حنا حتى كتشوف دابا ان شاء الله الحمد لله الناس راه مازال جايه باذن الله الناس راه يلاه ريحات يلاه كتوقف شي شويه وكنطلبوا الله كل شيء تعقم والله يرفع علينا هذا الوباء والحمد لله والشكر لله. وكن الشكر الجزيل للجامعه ديال انفا والناس ديال انفا الحمد لله فين ما كنوقفوا عليهم ما مخليناش اي حاجه كنطلبوها. هذا هو التعقيم الثالث عندهم هنا وكنطلبوا الامور ان شاء الله تدوز بخير وعلى خير ان شاء الله. وجهودين اخويا بزاف ديال السائقين ماشي الاولى ماشي الثانيه ماشي الثالثه. المبادره الحمد لله كديرها ديما جمعيه الكرامه للسائق المهني وفي عز كورونا ما خلينا الحمد لله ما درنا مبادرات بزاف الناس المتشردين الحيوانات الحمام ديال العماله كاع جميع المشاش كلشي المبادره الحمد لله كنقوموا بها وهذا الفضل كامل كيرجع الرئيس مصطفى شعبان الله يرحم ليه الوالدين هو اللي جمع هاد اللمه وجمع هاد الناس. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسانك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزياره موقعنا www.masanktv.ma.